السلام عليكم ورحمة الله. Hello everybody, I'm Dr. عماد إبراهيم. We'll continue our talk about valvular heart disease and lecture of today is about infective endocarditis. Infective endocarditis is a microbial invasion of heart valve or mural endocardium that lead to formation of friable vegetations. Infection للإندوكارديوم والفالف. الفالف طبعا lined by endocardium, فهو infection عموما للفالف واي حته في الإندوكارديوم. بينتج لنا عنه شنو؟ vegetations, ترسبات او vegetations, نبت بيحصل في الفالف وهو friable هش. بيتكون من شنو؟ necrotic depress, thrombus and viable organism. Infective endocarditis is infection of the endocardium and the valve lead to formation of vegetations, friable vegetations. Consist of شنو؟ necrotic depress, حاجات ميتة, thrombus and viable organism. An infective endocarditis is very serious infection. We need urgent diagnosis and urgent intervention and treatment. طيب, an infective endocarditis is classified into two classes: acute infective endocarditis and subacute, acute and subacute infective endocarditis. طيب, a classification ده based on what? Based on the virulence of the organism. مدى إمراضية الأورجانيزم, القدرة الإمراضية, الفيريولنس هي القدرة الإمراضية للأورجانيزم, هل هو هاي فيريولنس أو لو فيريولنس. طيب, قلنا عشان نصنفه أكيوت أو سب أكيوت بيعتمد على شنو؟ على الفيريولنس أوف ذا أورجانيزم, وإذر إنه الهارت كان فيه دمج ولا ما فيه دمج, أو في كاردياك ديزيز ولا لا, ولا الهارت كان سليم. بعد ذاك على السيفيريتي أوف ذا كلينيكال كورس, الزول ده very sick or not very sick. يعني الكلاسيفيكيشن depend on the virulence, on the previous heart damage or previous heart disease, on the severity of the clinical course. بنقسمها لأكيوت ولا سب أكيوت. نشوف الأكيوت. طيب, الأكيوت بيحصل destructive infection frequently caused by شنو؟ high virulent organism. يعني في الأكيوت الأورجانيزم بتكون عندها إمراضية عالية, highly virulent organism, وبيحصل شنو الاتاك لشنو؟ previously normal heart, يعني normal valve. يعني قبل كده الهارت ما كان فيه دمج وكان normal والفالف كانت normal. طيب, capability to cause morbidity and mortality even with appropriate antibiotic or surgery. يعني الإمراضية بتكون عالية حتى even مع العلاج بالانتيبايتك, او لو استدعى جراحه مثلا تغيير فالف اصطناعي او كده حاصل فيه انفكشن, ستيل الامراضيه بتكون, او المورتيليتي الامراضيه والديس بيكون فيري هاي ايفن ويز انتيبايتك اند ايفن ويز سيرجيكال انترفينشن, لانه فيري سيريس. يعني كده سموه اكيوت اندو كارديتس. طيب, الموست كوزاتيف اورجانيزم هي الستافيلوكوكس, سبيشالي في الانترافينوس drug abuse. الناس اللي بياخدوا بينحقنوا مخدرات بالوريد, وبيكون النيدلز دائما contaminated بالسكين, ما بنظفوا السكين كويس, فبتشيل من السكين النورمال فلورا والسراوندينج الكونتامينيشن من السراوندينج اريا, فبتخش مرات الاستافيلوكوكس اوريس مجرى الدم, وبتمشي ثرو البلد ستريم, بتمشي للهارت, والهارت بيكون نورمال. الناس زي ما عندهم previous heart disease, ما كان عندهم rheumatic heart fever, ما كان عندهم حاجة, لكن لأنه الستافيلوكوكس اوريس is a highly virulent organism, تمشي في الهارت وبتسكن في الهارت, بتعمل vegetation هناك وبتبدأ تدمر في الفالف, فالبيشن بيكون very sick كويس, والمورتيليتي بتاعتها very high, ف it need aggressive treatment. طيب, ده الأكيوت. زي ما قلنا الأكيوت high virulence organism زي الستافيلوكوكس اوريس كويس, وبريفيسلي نورمال هارت, وزي ما قلنا المورتيليتي فيري هاي. الثلاثه حاجات. نشوف السب اكيوت. السب اكيوت الانفكشن بتكون بليفريولس اورجانيزم, يعني جراثيم امراضيتها ما عاليه شديد, لكن شنو؟ لكن كان في بريفيس اب نورمال هارت,
يعني هي سكنت او عملت انفيجن للهارت او عملت انفكشن للهارت، لانه اصلا كان في شنو، في اسكارت اور ديفورمد فالف، كان في صمامات اصلا حاصل فيها اسكارين، حاصل فيها فايبروزيس او حاصل فيها تشوهات ديفورمد، فدخل لانه البكتيريا دي واغلبيتها نورمال فلورا في الاسنان، زول اسنان ما بيتسوق، اسنان ما واتيفر بياكل في حاجه بيقلعوا له في سين واتيفر، خش واحد من الاورجانيزم دي خش البلط، ولكن هو له فيريولنس، يعني زول النورمال الاورجانيزم ده لما يخش المناعه طوالي بتقضي عليه والشنو والفينيش. لكن هنا لانه في اب نورمال هارت، في اب نورمال هارت او الزول كان عنده اميونو كومبرومايز، كان عنده ضعف في المناعه او كده، فالجرثومه دي بتمشي بتلقى الاب نورمال فالف او الصمامات المشوهه او الفايبروتيك او في اب نورماليتي ديو تو كاردياك ليجن، ممكن يكون روماتيك هارت فيفر او وات ايفر، فبتقوم شنو؟ بتقوم بتعمل فيها انفيجن وبتعمل فيها البيجيتيشن. طيب لكن موست اوف ذا بيشنت ريكفرد افتر ابروبريت انتيبايوتيك سيرابي، لانها هي لو فيريولنت فبتستجيب للانتيبايوتيك والبيشنت بيتحسن. وزي ما قلنا الموست كوزاتيف هي ستريبتوكوكس فيريدانس اللي هي نورمال فلورا اوف ذا ماوس او جروب اوف نورمال اورال فلورا. ده الفرق بين السب اكيوت والاكيوت. ليت اس سي ات اجين، الاكيوت انفكتيف انتوكارديتس هاي فيريولنت اورجانيزم، السب اكيوت ليفرينس اورجانيزم، الاكيوت بريفيسلي نورمال هارت، السب اكيوت بريفيسلي اب نورمال هارت. الاكيوت ممكن البيشنت ما ريكفر بالانتيبايوتيك والمورتيليتي فيري هاي، هنا في السب اكيوت البيشنت ريكفر ويز الانتيبايوتيك والمورتيليتي فيري لو. هناك الكوزيتيف ايجنت ممكن تكون استافيلوكوكس اوريس او اي حاجه عندها هاي فيريولنس. الاستافيلوكوكس اوريس دائما بتكون في الاي في دراج يوزر، هنا most commonly الستريبتوكوكس فيريدانس اللي هي نورمال فلورا اوف ذا ماوس ان اذرز في حاجه بسموها الهاسكس هنشوفها. طيب نشوف الباثوجينيسيس، في حاجات بريديسبوزين فاكتور لانه يحصل انفكتيف انتوكاردايتس، في عوامل بتخلي لنا الزول معرض او بتساعد في انه يحصل انفكتيف انتوكاردايتس بنسميها بريديسبوزين فاكتورز. طيب البريديسبوزين فاكتور زي شنو؟ انه يكون في كاردياك اب نورمالتي، زي شنو؟ زي يكون في روماتيك هارت ديزيز، عملت لنا اثرت لنا في الفالف، عملت دمج في الفالف، عملت ما يا اما في مايترال فالف برولابس او في بايكاسبيد اورتيك فالف دمج او في كالسيفايد فالفورال استينوتيك ار اول كومون، كلها بتكون بريديسبوزين فاكتور، انه الزول ده والله لو خشت له بكتيريا في الدم ممكن تمشي للفالف المدمره دي وتعمل فيها والاب نورمال سايت اوف ذا هارت وتعمل فيها فيجيتيشنز. ثاني البروستاتيك هارت فالف، الصمامات الاصطناعيه برضو بتكون حته تسكن فيها البكتيريا. السايت اوف بيز ميكرز، الحتات اللي بيكون راكب فيها الجهاز اللي بنظم الضربات برضو ممكن يحصل فيها فيجيتيشنز او يحصل فيها انفيجن بالاورجانيزم. طيب لكن اولزو كان اولسو ممكن تحصل في بريفيسلي نورمال فالف، يعني ممكن تحصل زي ما قلنا زي ما بيحصل في الاكيوت انه ممكن يحصل في بريفيسلي نورمال هارت او بريفيسلي نورمال فالف. طيب عندنا هوست فاكتور، حاجات برضه هوست فاكتور زي شنو؟ انه يكون في نقص في المناعه زي النيتروبينيا اميون ديفيشنسي، دي كلها بتخلي الزول معرض لانه يحصل له انفكتيف انتوكاردايسس وكده. برضه الكرونيك ديزيز زي المالجنسيز ديابيتس مليتس اور الالكوهوليك بيشنت او الناس الاي في دراج يوزر، دي كلها بريديسبوزين فاكتور فور occurrence of infective endocarditis. طيب هل في additional organism؟ yes في additional organism ممكن تصيب لنا تعمل لنا subacute، زي شنو؟ زي الانتيروكوكاي والهاسكس او بيسموها HACEK هاسكس، اللي اختصار لشنو؟ الH لهيموفيلس، الA لأكتينوباسيلس، الC السي لكارديو بكتيريوم، الاي لكينيلا، الكي لكينجيلا، هيموفيلوس اكتينوباسيلوس كارديو بكتيريوم كينجيلا اكينيلا كينجيلا. طيب دي كومنسل، كلها هي كومنسل او نورمال فلورا ان ذا ماوس، يعني ماني اورجانيزم اوف ذا نورمال فلورا اوف ذا ماوس ممكن تعمل انفكتيف انتوكاردايت. عشان كده الناس اللي بيكون عندهم بريفيوس دي هارت دمج
كان عنده روماتيك فيفر او كده، دايما بيكون في كونسيرن، بيكون في قلق لما يمشي يقلع سنه او يكون عنده اي سيرجيكال مانيبيوليشن اوف ذا انهستيس في الاسنان. ليه؟ لانه مرات ممكن تخش بكتيريا من النورمال فلورا بتاعت الاسنان وتمشي تلقى الدمج فالف وتعمل لنا سب اكيوت انفكتيف انتوكاردايتس. عشان كده سام تايمز الناس دي قبل ما ياخدوا قبل ما يمشوا للدنتال بروسيجرز دي بيقوم شنو بده؟ بدون بروفايلاكتيك انتي بايوتيك، بدون بروفايلاكتيك انتي بايوتيك في بعض البروتوكولز. طيب دي زي ما قلنا الهاسكس دي فيري امبورتنت بالاضافه للستروفتوكوكس فيريدنس دي بتعمل لنا شنو؟ السب اكيوت. اما الاكيوت زي ما قلنا هاي فيريولنس اورجانيزم زي الستروفتوكوكس اوريس واذر هاي فيريولنس اورجانيزم. طيب مور ريرلي ممكن يكون عندنا جرام نيجاتيف باسيلاي او فنجاي تعمل لنا انفكتيف انتوكاردايتس. وفي 10% من الناس اللي عندهم انفكتيف انتوكاردايتس لقوا انه ما في اورجانيزم، يعني من عملوا بلود كلتشر لقوا there is no organism، يعني هي بتدينا كلتشر نيجاتيف انفكتيف انتوكاردايتس. كلتشر نيجاتيف شيلت بلود عملت كلتشر المفروض تلقى الاورجانيزم اللي هو عامل لي انفكتيف انتوكاردايتس، لكن ما بلقى اورجانيزم، لكن بلقيكو بلقى في شنو؟ في او في حمى وفي حاجات اعراض كلها بتاعت شنو؟ انفكتيف انتوكاردايتس. لكن زي ما قلنا في 10% بنلقى شنو؟ بنلقى كلتشر نيجاتيف. طيب المورفولوجي، المورفولوجي ان بوث اكيوت والسب اكيوت فورم اوف ذا ديزيز بيكون شنو؟ المورفولوجي بتاع الفالف بيكون كيف؟ اول بتاع الفيجيتيشنز بيكون فريبل اول حاجه بلكي ان بوتنشيالي ديستركتيف فيجيتيشن كونتينينج شنو؟ فايبرين انفلاماتوري سيلز مايكرو اورجانيزم. يعني شنو؟ اول حاجه بيكون فيجيتيشن هش، يعني في اي لحظه ممكن يفك هش كويس. في البوست مورتم مثلا ممكن يعني في التشريح او لما يفتحوا الهارت ممكن الزول يحك او يزحى. طيب زي ما قلنا فريبل بلكي يعني شنو؟ يعني عنده ماخذ حيز، بلكي يعني شنو؟ يعني حاجه بلكي، حاجه ماخذ حيز او زوائد قايمه لفوق، زوائد اللي هي بتكون عامله زوائد، بلكي يعني عامله زوائد. طيب فريبل بلكي وبوتنشال ديستركتيف فيجيتيشن، المشكله ان الفيجيتيشن دي بتعمل ديستركشن للحاجه اللي تحتها، مجرد الحته ما فيها فيجيتيشن معناها حيكون فيها دمج، بعد شويه حيكون فيها فايبروز، بعد شويه حيكون فيها وممكن تعمل لنا كومبليكيشن كثيره حنشوفها. طيب هي ذاتها بتكون من شنو؟ زي ما قلنا من فايبرين وانفلاماتوري سيلز وديبريس ومايكرو اورجانيزم. دي كلها موجوده وين؟ في الهارد فالف. طيب الافكتد شنو؟ هو الاورتيك والميترال فالف. اورتيك والمايترال فالف دي الاكثر فالف افكتد بالانفكتيف انتوكاردايتس، لكن برضه الترايكسبيد فالف ممكن يكون افكتد، بالذات الترايكسبيد فالف فيري امبورتنت ذيس بوينت. الترايكسبيد فالف بيكون انفولف اكثر حاجه في الناس الاي في دراج ابيوزر. الناس الاي في ابيوزر دائما بيكون عندهم الترايكسبيد فالف انفولف. شايفين دي الفيجيتيشنز بتكون كده في الفالف، شايفين الفيجيتيشنز دي دايجرام للانفكتيف انتوكاردايتس، دي صور حقيقيه. شايفين هنا this is the vegetation محل الاروز دي، this is the vegetation شايفين هنا دي برضو this is the vegetation sorry these are the vegetation شايفين vegetation بلقي حول حاجه خشنه طالع عليها بره مكونه من زي ما قلنا فايبرين اللي هي كلوت وانفلاماتوري سيلز اللي هي سيل ديبريس ومايكرو اورجانيزم، ثلاثه حاجات ترومبس جلطه اللي هي فايبرين انفلاماتوري سيلز اللي هي فيها سيل ديبريس وباص وكده والمايكرو اورجانيزم، فكلها بتكون ساكنه وبتعمل دمج للاريا اللي هي فيها، بتعمل دمج. شايفين في الحته دي كلها فيجيتيشنز. طيب سينس ذا فراجمنت ذا فراجمنتد فيجيتيشنز كونتين لارج نمبر اوف اورجانيزم، دي المشكله ابسيس از اوفن ديفلوب ات ذا سايت وير امبلاي لودج leading to شنو؟ development of septic infarct. المصيبة انه the problem is that انه الفيجيتيشن دي اذا حصل لها detached فكت ومشت مع البلود ستريم ومشت عملت لودج قفلت في small arteries او capillaries بتقوم تعمل لنا حاجة اسمها septic infarct، يعني بيحصل infarct بتقفل بتعمل infarction بتقفل البلود فيزلز فبتحصل اسكيميا، وفي نفس اللحظة المايكرو اورجانيزم الموجوده في الفيجيتيشنز دي بتقوم تعمل انفكشن في الحته المعينه، بتعمل ابسيس.
عشان كده بسموها سبتيك انفراك. مشت البرين فبتعمل انفراك, لكن كمان بتقوم البكتيريا في الحته الميته وبتعمل انفكش, ممكن تعمل ابسس, والموضوع يكون شنو, يكون انها تعمل برين ابسس. فعشان كده فيري سيريس انها هي مش بتعمل انفاكشن بس, احتشاء موت, لا سبتيك يعني فيه بكتيريا وفيه نمو بتاع بكتيريا, والموضوع ما حيكون بس انفاكشن وخلاص, لا يكون معه انفكشن, نمو بتاع بكتيريا في الحته الميته دي. فعشان كده فيري سيريس لما يحصل له ديتاش ويحصل له امبوليزم. طيب الفنجل الاندوكارديتس اللي بيكون فنجل, بيكون فنجاي دائما بيكون لارج, الفيجيتيشن بتكون لارج واكثر من بتاع البكتيريا. يعني ما نلقى الفيجيتيشنز تكون لارج حاجه كبيره, دائما بيكون الاندوكارديتس ديو تو فنجل اند نوت ديو تو بكتيريا. طيب مايكروسكوبيك فايندينجز, the subacute vegetations of infective endocarditis often have granulation tissues. احنا عارفين انه granulation tissues ده بيحصل لنا شنو في الهيلينج, صح؟ granulation tissues عباره عن new capillaries زائد fibrosis, فده granulation tissues ده دايما بنلقاه في شنو, في السبكيوت, وده بدل لنا على انه الموضوع كان كرونيك كرونيسيتي, يعني اصلا الحته كان فيها تاذي وقامت جات عليها البكتيريا اللي هو virulence وقعدت فتره طويله والجسم بيحاول يلتئم وما قادر وكده, لان هي بكتيريا لو فيريولنس. فالزول ما بيكون مريض شديد, هم لو جريد فيفر وحاجه زي دي, لكن هناك في الانفكتيف لانه الاورجانيزم هايلي فيريولنس بيعمل دمار شديد وما بيدي فرصه لهيلينج, والزول بيكون فيري توكسيك وفيري يعني سيك. هنا زي ما قلنا في السب اكيوت بنلقى جرانيليشن تيشوز, وده سجستين شنو الكرونيسيتي, انه الموضوع كان كرونيك. طيب promoting development of chronic inflammatory, بعد ذلك بيحصل chronic inflammation طبعا infiltration, وممكن يحصل fibrosis, وممكن يحصل calcification of the over the time. إذا حصل طبعا الفايبروز والcalcification ده بعوق لنا شنو, بيعمل لنا defect في الفالف movement أو في الفالف function, لأنه حاجة مجرد ما تكلست وحصل فيها تليف fibrosis and calcification ده بيأثر لي في الفانكشن of the valve, لأنه لازم تكون مرنة تفتح وتقفل. طيب نشوف الكلينيكال فيتشر, الاعراض والعلامات والحياه اللي بيعاني منها شنو الزول اللي عنده انفكتيف انتوكارديتس. في السب اكيوت بيكون في فيفر, لكن ممكن تكون ماف, لانه قلنا العيان ممكن شكله ظاهر مريض شديد, بيكون في فيفر لكن ممكن تكون شنو ابسنت. بيكون في فاتيك, دائما تعبان, ويت لوس, عنده فقدان في الدم, فقدان في الوزن, عنده دائما فلو لايك سيمبتومز, عنده زي المنزول, زي اللي عنده فلو, زي اللي عنده شنو نزلة, بكون تعبان. والحاجة المميزة انه يكون عندهم سبلينوميجالي, يكون عندهم تضخم في الطحال. تضخم في الطحال ده دايما بيمشي مع شنو, مع السبكيوت. نقولهم تاني فيفر مي بي بريزنت او ابسنت, فاتيج, ويت لوس, و فلو لايك سيمبتومز, والسبلينوميجالي فيري امبورتنت. اما في الاكيوت فبكون في شنو, هاي فيفر, هاي جريد فيفر. البيشنت بكون فيري سيك, عنده هاي جريد فيفر او رابيد ديفلوبينج فيفر, تشيلز, رعشه لانها هاي جريد فيفر, ويكنس ولاسيتيود, يكون في ضعف وفي فقدان للطاقه وفتور شديد, كويس. فدي هنا. طيب ممكن يكون في ميرمر اللي هو الصوت اللي بنسمعه بالسماعه في الهارت, present in 90% of the patient with left side lesion. الناس اللي بيكون عندهم left side lesion either في الاورتيك فالف او في الماترال فالف في السايد الليفت, بنسمع عندهم شنو الميرجن مع شنو لما نخد السماعه بنسمع الميرمر. طيب المايكرو امبولاي كان جيف رايز تو شنو, بتيكيا. شوف المايكرو امبولاي اللي هي شنو, الديتاشت, بيحصل مرات ديتاشت لسمول بارتكلز بتاعت فيجيتيشنز من الفالف, حتى الانفكت دي بتفك منها حاجات فيري تايني, صغيره شديد, فبتمشي وبتمشي تعمل لي شنو, تمشي تعمل لي حاجه اسمها بتيكي او بتيكيا اللي هي شنو, نقاط بتاعت هيموريج صغيرة, نمش زي النمش, نقاط صغيرة بتاعت هيموريج في السكين. طيب لما تمشي بتعمل لنا في 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 النيل بيت, لما تكون في المضفر في النيل في خطوط او نقاط صغيرة حمراء بتاعت نزيف هيموريج, دي بنسميها سبلنتر هيموريج, بنسميها سبلنتر هيموريج, عبارة عن زي ما قلنا في جيتيشنز فكت ومشت عملت لي بتيكي في الاطراف او في الزوايد او في الاصابعين. طيب بتظهر لنا في النيل بيت, دي اسمها سبلنتر هيموريج عندي
This is the splinter hemorrhage. It is a sign of infective endocarditis. ودائما في الاكزامينشن اوف كارديوفاسكال اكزامينشن لازم to look well في النيل بيت عشان تشوف لو في splinter hemorrhage ولا لا. لانه it is a sign of cardiac disease او sign of شنو؟ of infective endocarditis. Very important splinter hemorrhage. طيب في الريتنا برضو بنشوف hemorrhage اسمها الروز سبوت. ممكن نعمل ليبل فندوسكوبي بنشوف الروز سبوت برضو هي زي ما قلنا hemorrhage due to المايكرو امبولاي. طيب في البالم والصول في كفة اليد بنلقى في painful painless erythromatous lesions اللي هي genuine lesion بنلقاها في شنو؟ في في الكفة بتاعت اليد كويس اللي هي بتكون شكلها كده كويس دي genuine lesion زي ما قلنا هي sinus of infective endocarditis وهي hemorrhage لكن شنو non painful when I touch on it أو press on it it is not painful. طيب عندنا تاني حاجة painful بتكون برضو في ال tip of the finger اللي هي شنو بسموها شنو osler notes. osler notes هي painful نديول بتكون في شنو في أطراف الأصابعين فوق لكن very painful ودي بنسميها الأسرار نوتس ودي كلها ساينس اوف انفكتيف انتوكارديتس وبنستفيد منها بعدين في شنو في الدياجنوز اوف انفكتيف انتوكارديتس اكوردنج لشنو للديوك كرايتيريا زي ما هنشوف اللي شنو قلنا سبلينتر هيموريج دي في النيل بيت روز سبوت في الريتنا وعندنا الجينوي ليجن اللي هي بيلس في كفة اليد وعندنا الأسرار نوتس في اطراف الاصابعين وبتكون بينفول. الدياجنوز طبعا انه تو كونفيرم باي بوزيتيف كلتشر او و بالايكوكارديوغرافي نعمل ايه ايكو نعمل موجات صوتيه للهارت نعمل موجات صوتيه للهارت ونشوف البيجيتيشنز ونشوف الحياه في الاندوكارديوم ونعمل بلاد كلشر نلقاه بوزيتيف لكن هنشوف الدياجنوز بالديوك كرايتيريا اللي هو لانه الموضوع مرات ما بكون فيري سمبل كده. طيب دي السبرينتر هيموريج ودي ال الجينوي ليجون اللي هي نون بينفول هنشوف الديوك كرايتيريا. طيب دي الديوك او موديفايد ديوك كرايتيريا فور دياجنوزيس اوف انفكتيف انتوكارديتس دياجنوستيك كرايتيريا فور انفكتيف انتوكارديتس. طيب عندنا فيرست ليت اس توك اباوت الكرايتيريا عندنا باثولوجيكال كرايتيريا عندنا كلينيكال كرايتيريا. الكلينيكال كرايتيريا فيها ميجر كرايتيريا وماينر كرايتيريا. طيب انا عشان اقدر اقول this is definitive يعني ده مؤكد definitive infective endocarditis ده مؤكد ده infective endocarditis لازم يكون عندي اثنين ميجر اثنين من الميجر ديل القاهم يعني blood culture دائما بوزيتيف وايكو كارديوغرافي اداني والله انه في ليجون كويس ده كده انا بقول والله this is definitive اثنين ميجر او واحد ميجر وثلاثة ماينر واحد من الميجر ديل وثلاثة من الماينر ديل كويس سري من الماينر ديل او خمسة من الماينر القى خمسة من الماينر. طيب نقول الكلام ده ثاني عشان انا اقول this is definitive بالمودفايد ديوك كرايتيريا الكلام ده very important لما نقول this is definitive يعني مؤكد انه ده infective endocarditis لازم القى 2 major او 1 major و 3 minor او 5 minor. طيب عشان اقول this is possible ممكن احتمال محتمل بقول شنو؟ بقول والله ايزر 1 major 1 minor او 3 minor لو لقيتهم بقول والله احتمال possible يكون في infective endocarditis يعني لو فتشت وفتشت ما لقيت غير واحدة ميجر واحدة ماينر بقول والله possible infective endocarditis او لقيت ثلاثة ماينر بس ما خمسة ماينر بقول والله possible infective endocarditis. طيب let us see what is this criteria. طبعا زي ما قلنا ممكن نلقى pathological criteria يعني انا ممكن بالباثولوجي اقدر اشخص او بالكلينيكال كرايتيريا. طيب بالباثولوجي انه انا القى الاورجانيزم اشوفه بالكلتشر او histological examination واشوف الفيجيتيشنز والحياة الموجودة كلها في
في الفيجيتيشن اشوفها بالباثولوجي، يعني اعمل لي سكشن اشيل يشيل لي بايوبسي من الهارت، يفتحوا اوبن هارت سيرجري، يكونوا اصلا داري يغيروا الفالف او داري يعملوا فالف ريبليسمنت، ويقوموا يشيلوا لي من الفيجيتيشن دي، واعمل لي اكزامينيشن، القى اعمل منها كلتشر القى بوزيتيف، واعمل هيستولوجيكال اكزامينيشن القى الفيجيتيشنز والقى الامبوليزم والقى الحياه اللي بنلقاها في هنا، القى الاورجانيزم والقى الديد تيشوز او الديد سيلز اللي هو انفلاماتوري سيلز، والقى شنو؟ والقى الثرومبس او الفايبرين. كده بقول والله خلاص ذيس از بالناحيه باثولوجيكال كرايتيريا ذيس انفكتيف اندوكاردايتس او هيستولوجيكال كونفرميشن اوف اكتيف اندوكارديتس ان فيجيتيشن اور انتراكارديال ابسيس، شالوا لي من الابسيس انتراكارديال شالوها او شالوا لي من الفيجيتيشنز، وحاليا القى انه في اكتيف انفلاميشن وفي معه اورجانيزم، خلاص ده انفكتيف اندوكارديتس. لكن زي ما قلنا دي يعني كلينيكال ما قاعد نستخدمها كثير، نستخدم الكلينيكال كرايتيريا اللي هي الميجر والماينر. طيب الميجر هي شنو؟ بلد كلتشر يكون بوزيتيف، او دائما نلقى بوزيتيف كلتشر لانيوجوال اورجانيزم، كل ما نشيل نعمل بلد كلتشر نلقى بوزيتيف مثلا لشنو؟ كينجلا فور اكزامبل، كينجلا از نوت يوجوال اورجانيزم، فا او نلقى بوزيتيف نشيل ثلاثه اربعه كلتشر نلقاهم بوزيتيف مثلا ل استافيلوكوكس اوريس او وات ايفر، تعال ما كلتشر واحده بتشيل اثنين ثلاثه متباعدات بيناتهم ساعات، او كل ما انا اشيل القى بوزيتيف لانيوجوال اورجانيزم، المهم بوزيتيف كلتشر. ثاني ايكوكارديوجرافي، نعمل موجات صوتيه للهارت نلقى انه في حاجه ليها علاقه بالفالف، يا اما في فالف حته بتتحرك في الفالف اللي ركبناه بدا يتحرك من محله معناه بدا يحصل انفكشن، او نلقى ابسيس، او نلقى بارشال سيبريشن اوف ارتفيشال فالف، الفالف الارتفيشال الصناعي بدا برضه يتحرك، او هنا في الميجر كراتين انه نلقى نيو فالفولر ريجريجيتيشن، يعني ما كان الزول دي عنده ريجريجيتيشن ظهر له نيو فالفولر ريجريجيتيشن، ديل بيعتبروا الثلاثه ميجر اللي هو بلد كلتشر ايكوكارديوغرافي او نلقى نيو فالفولر ريجريجيتيشن نيو ما كان موجود. طيب الماينر هي شنو؟ انه الزول ده يكون عنده بريديسبوزين هارت ليجن، كان والله اصلا عنده روماتيك فيفر زمان يعني اوريدي عنده هارت ليجن، او الزول ده اي في دراج يوزر، انه يكون في فيفر دي ماينر كرايتيريا، انه يكون في فاسكولار ليجن زي شنو؟ زي نلقى ارتيريال امبولاي، نلقى سبتيك بلمونري انفراكت، نلقى حاجه اسمها مايكوتيك انيوريزم اللي هي انيوريزم بالونه بتحصل في الارتريز نتيجه للانفكشن اوف ارتر اوف ذا وول، او نلقى انتراكرينال هيموريج، او نلقى كونجكتيفال هيموريج، نعم في الكونجكتيف في العين نلقى هيموريج، او نلقى الجينوي ليجنز دي كلها فاسكولار ليجن ممكن هنا، او يكون في حاجه اسمها immunological فينومينا اللي هي رياكشن بين الانتيجين والانتيبودي بيعمل لي مرات هيموريج او بيعمل لي ليجن، زي شنو؟ زي نلقى جلوميرول نيفرايتس معناها في ميو كومبلكس نزلت في شنو؟ في الجلوميرولر، او نلقى اوسيلر نوتس او روز سبوتس، او نلقى الروماتيك فاكتور، دي كلها ماينر كرايتيريا. برضو لو لقينا مايكروبيك ايفيدنس سنجل كلتشر اوف انيوريجن اورجانيزم ده برضو ماينر، يعني عملناه مره واحده عملنا كلتشر وظهر لي بوزيتيف، عملته المره الثانيه ظهر لي نيجاتيف، مره واحده بس ظهر لي بوزيتيف، دي بعتبرها ماينر كرايتيريا، لكن لو طوالي بيظهر لي بوزيتيف بعتبرها ميجر كرايتيريا، لكن لو مره واحده بوزيتيف زي ماينر كرايتيريا. يلا انا بعد ذاك بجي بشخص بقول والله ايزر اثنين ميجر او واحد ميجر وثلاثة ماينر او فايف ماينر، دين هم اللي بيديني ديفينيتيف معناه مؤكد انفكتيف اندوكارديتس. دي بالموديفايد ديوك كرايتيريا ات از فيري امبورتنت. طيب نشوف الكومبليكيشن بتاعت الانفكتيف اندوكارديتس، جنرالي بيجن ويزين ذا فيريس ويكس افتر اونست اوف ذا انفكشوس بروسيس، تبدا في اول اسابيع، وانكلود شنو؟ انه يحصل لنا جلوميرولر نيفرايتس، يحصل لنا اريزميا، يحصل لنا امبوليزم. طيب الجلوميرولر نيفرايتس بيحصل ليه؟ بيحصل لانه بيحصل اميون كومبلكس، والاميون كومبلكس بتمشي في الجلوميرولر وبيحصل ترابن تشبك مع مصفى، الجلوميرولر مع مصفى والاميون كومبلكس كبيره، فبتحصل ليها ترابن بتمسك في المصفى اللي هي الانتيجين انتي بودي رياكشن او انتيجين انتي بودي كومبلكس، ودي بيعمل لنا شنو؟ بيعمل لنا انفلاميشن في الجلوميرولر بيسموه جلوميرولر نيفرايتس، ويؤدي لنا الهيماتيوريا والبيومينيوريا ورينال فيلير، الحياه بتاعت الجلوميرولر نيفرايتس او بيسموه النيفريتيك سايندروم اللي هو شنو؟ هيماتوريا بلقى بلط في اليورين، ان شاء الله ده حنجيه لما نيجي للرينال،
الكلام ده يقولوا منه النفرايتس النفريتك والنفروتك والكلام ده. لكن بيحصل هيماتيوريا، بيحصل البيومينيوريا، وبيحصل رينال فيلير او انكريز يوريان الكترولايت. كويس، دي واحده من الكومبليكيشن اللي هو جلوميرولو نفرايتس. ممكن يحصل لنا برضو اريزميا، يبدا يحصل اريزميا ضربات غير عدم انتظام في ضربات القلب، اريزميا. ممكن يحصل لنا شنو؟ امبولايزيشن، انه تفيك واحده من الحاجات دي الموجوده في الهارت وتمشي تعمل امبوليز مثلا في البرين، تعمل لنا سبتك انفراكت في البرين، تعمل لنا ستروك. فدي كلها كومبليكيشن اوف انفكتيف انتوكاردايتس. البروجنوزيس، البروجنوزيس ديبند اون شنو؟ البروجنوزيس او التوقع للمرض انه شنو حيشفى ما حيشفى، جود كورس باد كورس، اجريسيف نوت اجريسيف. كونه يتوقع على المرض ديبند اون الانفكتيف اورجانيزم. لو كان هاي فيريولنس معناه المرض حيكون خطير، لو كان لو فيريولنس امراضته بسيطه حيكون المرض شنو؟ خفيف وان شاء الله بيتعالج. طيب زي ما قلنا اكوردنج للانفكتيف اورجانيزم حيكون وزن انه حيحصل كومبليكيشن وضعفات ولا لا. طيب فور انفكشن انفولفين لو فيريولنس اورجانيزم زي الستربتوكوكس فيريدنس والستربتوكوكس بوفيز، اللي هي الستربتوكوكس فيريدنس اللي موجوده في الاسنان، نسبه 98% الناس حيشفوا، قيور ريت 98% نسبه عاليه شديد. طيب لكن للحاجات الهايلي فيريولنس زي الانتيروكوكاي والستافيلوكوكس اوريس نسبه القيور بتكون من 60% ل 90%. 60% معناها شنو؟ معناها في 40% ما حيشفوا، ممكن يحصل لهم كومبليكيشن باي ديث ايفن. طيب فهنا النسبه شنو؟ اقل في الاكيوت انفكتيف انتوكاردايتس، لكن في السباكيوت النسبه بتاعت الشفاء كبيره. طيب نشوف في نوع ثاني اسمه نون انفكتد فيجيتيشنز، اللي هو بسموه شنو؟ نون باكتيريال ثرومباتيك انتوكاردايتس. نون باكتيريال ثرومباتيك انتوكاردايتس عنده اسم ثاني بسموه شنو؟ مارانتيك انتوكاردايتس. مارانتيك انتوكاردايتس اللي هو شنو؟ ما بنلقى فيه بكتيريا، نون باكتيريال، لكن فيه شنو؟ فيه ثرومبس، فيه جلطه وفيه التهاب، جلطه في الفالف او في الاندوكارديوم ومعاه التهاب لكن ما في بكتيريا. دي بنسميها شنو؟ زي ما قلنا مارانتيك انتوكاردايتس، وبنسميها انفكشوس فيجيتيشن. طيب اذا كاركترايزد باي ديبوزيشن اوف فيريبل سايز ماسز، كتل بتاعت فيبرين بليتلت، لكن دو نوت كونتين شنو؟ مايكرو اورجانيزم، جلطات عشان كده ثرومباتيك مكونه من فيبرين وبليتلت، مترسبه على شنو؟ مترسبه على الفالف. طيب الفالفولار دامج از نوت اسيكوالي فور نون باكتيريال ثرومباتيك انتوكاردايتس، ما بيحصل شنو؟ فالفولار دامج. فالحاجه المميزه للنون باكتيريال ثرومباتيك انتوكاردايتس انه ما بيحصل فالفولار دامج، ما زي الانفكتيف انتوكاردايتس اللي هو بتيجي بكتيريا وبتعمل لنا فالف دامج. لا، واحده من الفالف دامج از نوت اسيكوالي فور نون باكتيريال ثرومباتيك انتوكاردايتس، يعني ما بيحصل دمج. ممكن اي صحه جلطه تفك تعمل ديتاش، تعمل امبوليزم، تعمل اي حاجه، تعمل هيلينج باي فايبروزيس، لكن عشان يحصل دمج لانه زي نو بكتيريا عشان تعمل دمج. طيب زي ما قلنا ممكن تحصل في اوكير في الهيلثي انديفيديوال، لكن سمتايز ممكن تحصل برضه في الناس اللي بيكون عندهم جنرال ديبليتيتنج اور ويستنج ديزيز، زي ناس الكانسر وناس الكرونيك انفلاميشن وناس التبركلوزيس، ناس اللي بيكون عندهم امراض بتاعت هزال مزمن. كويس، ممكن تحصل فيه، ممكن تحصل في الناس النورمال، وزي ما قلنا بنسميها شنو؟ مارانتيك انتوكاردايتس. لما نسمع مارانتيك انتوكاردايتس بعرف انه نن بكتيريال ثرومباتيك انتوكاردايتس، ما فيها بكتيريا، نن انفكتيف فيجيتيشنز. طيب نشوف المورفولوجي، المورفولوجي بتاعت النن بكتيريال ثرومباتيك انتوكاردايتس بيكون استيرايل. استيرايل يعني شنو؟ ما فيها بكتيريا، نظيفه. نون ديستركتيف يعني شنو؟ ما بتعمل دمج ليل اندوكارديوم الحته اللي فيه، بتكون سمول. دي ثلاثه كاركترستيك، استيرايل، نظيفه ما فيها بكتيريا، نون ديستركتيف ما بتعمل دمج للفالف او للليجن للاندوكارديوم، وسمول بتكون دائما اراوند 1 ملم ما بتزيد من كده. طيب نشوف هيستولوجيكالي زي ار كومبوز اوف لارج ثرومبس وزاوند كومباينينج انفلاميشن اوف هارت دامج، ما بكون في انفلاماتوري سيلز او انفلاميشن اللي هو ديو تو بكتيريا او كده، فعشان كده ما بكون في شنو؟ ما بكون في دامج. لكن شنو؟
with time ممكن يحصل شنو؟ يحصل organization للثرومبس. organization شنو؟ قلنا الorganization انه شنو؟ انه الجسم يعتبر انه خلاص الجلطة دي جزء منه ويبني فيها. يعني يعتبر انه الجلطة دي جزء خلاص ما حتزح. فبقوم بيعمل ليه organization. ما بيقدر يعمل ليه removal فبيعمل ليه organization. بيتعايش مع بيعتبره جزء من 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 الجسم بتاع الهارت. For example او الاندوكارديا. فwith time they can organize into delicate strand of fibrous tissues. بتفضل قاعدة لكن بتكبر شنو جزء أو بتكبر زي الأنسجة أو الخيوط الليفية بتكون قاعدة لأنه الجسم بيعمل فيها organization. فده دي المشكلة بتاعت النن بكتيريال ثرومباتيك إنتوكاردايتس إنه ممكن يحصل ليه organization ليه fibrous tissues. طيب الباثوجينيسيس بتاعتها النن بكتيريال ثرومباتيك إنتوكاردايتس بيحصل شنو؟ بيحصل في الناس اللي بيكون عندهم هايبر كوأجلابيليتي ستيت، ناس معرضين لجلطات او ناس السبسيس او ناس الدي اي سي اللي ممكن يحصل جلطات عشوائيه وممكن جزء منها يحصل في الهارت ديسامينيتد انترافاسكولار كوأجوليشن كويس فور اكزامبل او هايبر كوأجلابيليتي ستيت ناس اللي بيكون عندهم نقص في بروتين سي او بروتين اس او فاكتور 5 فليدين اللي عندهم نقص في مضادات التجلط الطبيعيه بيكون عندهم مقد يعني زياده في تجلط الدم وممكن يحصل جلطات في الاندوكارديوم او في الفالف وتفضل قاعده وتعمل لنا نان بكتيريال ثرومباتيك انتوكارديتس. او الناس اللي بياخذوا هاي استروجين هايبر استروجينيك لانه الاستروجين بيخلي الزول معرض للجلطات بيديسبوز بالذات الفيميل الهايبر استروجينيك. المالجنسيز برضه الناس اللي عندهم مالجنس بارتيكولر الادينوكارسينوم لانه الادينوكارسينوم وجودت مخاطيه بتفرز الميوسين كويس الادينوكارسينوم في الغالب ميوسين او اذر سكريشنز فبتخلي انه يحصل جلطات ففي المالجنسيس برضه في الاندوكارديال تروما لو حصل تروما في الاندوكارديال مثلا من انديولين كاسيتر زول ركبوا كاسيتر مدخلينها عشان يدخلوها في في في, في الهارت قام حصل دمج للاندوكارديال او تروما فدي كلها بتخلي انه ممكن يحصل كلوت مع التروما يحصل كلوت ويعمل لنا نان بكتيريال ثرومباتيك انتوكارديتس. الكلينيكال فيتشر شنو؟ في النان بكتيريال ثرومباتيك انتوكارديتس الليجون كان بيكم كلينيكالي سيجنيفيكانت باي امبولايزين انتو ذا برين هارت اند اذر اورجانز. زي ما قلنا مشكلته بيعمل شنو؟ ممكن الجلطه دي تفك وتمشي تعمل امبوليزم في البرين تعمل لنا ستروك فجاه يو شلل نصفي شلل هيموبلي نصفي يعني نصف الشق الايمن او الشق الايسر او يحصل لنا في الهارت او في اذر اورجان. برضه ممكن يكون شنو؟ تكون هي عش او حته عشان يجي يحصل فيها بكتيريا كولونايزيشن. يعني الزول اللي بيكون عنده نون بكتيريا ثرومباتيك انتوكارديتس لو خشت بكتيريا له الدم هتلقى انه الجلطه دي احسن حته هي تقعد فيها وتعمل كولونايزيشن وتتطور لما تقبل لنا شنو انفكتيف انتوكارديتس. بالتالي النون بكتيريا ثرومباتيك انتوكارديتس ممكن تعمل امبوليزم ممكن تقبل انفكتيف انتوكارديتس. طيب عندنا نوع ثاني اسمه ليبمان ساك انتوكارديتس ده بيحصل لنا في الاس ال اي او السيستميك لوبس ايريثروماتوزيس هو تفاعل مناعي. طيب ريفير تو ستيرايل فيجيتيشن برضه ستيرايل ما فيه اي بكتيريا الفيجيتيشن بتاعته ستيرايل وزي ما قلنا بيحصل في الفالف بتاعت الناس اللي عندهم شنو سيستميك لوبس ايريثروماتوزيس اللي هي كومون في الفيميل لانه اوتوميون ديزيز سيستميك او بيسموها الذئبه الحمراء اللي هي بيكون عندهم بتر فلاي راش في التشيك في الخدود بيكون في احمرار وفي حاجات كثيره بتحصل في الجلد وفي الدم وفي الكلى وفي الهارت شكيه يسموه سيستميك لوبس ايريثروماتوزيس جهازيه لانه بتاثر في ماني سيستمز. طيب فمن ضمن الهارت بتعمل حاجه اسمها ليبمان ساك انتوكارديتس واوكير بيكوز اوف اميون كومبلكس ديبوزيشن يحصل ديبوزيشن الاميون كومبلكس الانتي دبل ستراند دي ان اي والانتي نوكليير فاكتور والكلام ده بتمشي تعمل ديبوزيشن في الهارت وده بيحصل فيه انفلاميشن لكن زي ما قلنا ويزود بكتيريا. طيب بعد ذلك بيحصل شنو فالفيولايتس او التهاب في الفالف وممكن يحصل فيبرينويد نيكروزيس كلنا بنعرف الفيبرينويد نيكروزيس اللي بيحصل في البلود فيزكس فهو بيحصل لنا برضه في تجويف الهارت من جوه لانه لاين باي اندوثيليال سيل برضه زي البلود فيزكس فبيحصل فيه فيبرينويد نيكروزيس ودي بنلقاها دائما مع الفيجيتيشن الفيبرينويد نيكروزيس في الليبمان ساك قلنا ديو تو اميون كومبلكس ما فيه بكتيريا. طيب السبسيكونس بعد ذاك بيحصل شنو بيحصل شفاء بيحصل هيلينج باي فايبروزيس وممكن ده يعمل لنا تشوه في الفالف ويكون زيه زي الروماتيك هارت ديزيز
عملنا تشوهات في الفالف لانه حصل هيل باي فايبروزيس تليف, وده عمل لنا تشوه في الفالف ايزر انه الفالف بخرخر ريجرجيتيشن او انه الفالف حصل فيه تليف بالجنبات من الحواف فيحصل فيه ستينوزيس. فدي كلها ممكن تحصل لنا ديو تو سيستميك لوبس اريثروماتوز اللي هو زي ما قلنا ميون كومبلكس بيترسب في الاندوكارديوم وبتعمل لنا فيبرينويد نكروز وبتعمل لنا بعد ذاك استرايل فيجيتيشن, وممكن تعمل يحصل هيلينج باي فايبروزيس وتعمل لنا تشوهات في الفالف زي الروماتيك هارت ديزيز. This is the end of this lecture. Please any question or comment contact me and I will reply immediately. Thank you for your listening.